أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآلة
ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبح ليلا طويلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. كان عليما حكيما. يدخل من يشاء
والظالمين أعد لهم عذابا أليما. بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالفارقات فرقا النجوم طمست وإذا السماء وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم ويل يومئذ للمكذبين
مهين فجعلناه في قرار مكين صدق الله العظيم.